بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بكم بهذه الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء بعد أسبوع من النشاط للسادة الوزراء، بعد أسبوع من أكثر من ذكرى احتفلنا بها. احتفلنا يوم أمس بذكرى الفتوى التي أعطت دعم للعراقيين للانقضاض على أخطر وحش مر في تاريخ البشرية هم داعش. اليوم نحتفل بذكرى وعيد الصحفيين، هني أخواننا زملائنا أبنائنا الصحفيين، والهني نقابة الصحفيين وكل الصحفيين في العراق. اليوم تحتفل بالذكرى 152 سنة على تأسيسه، وكذلك احتفلنا بذكرى تأسيس الحشد الشعبي، هذه القوة الفتية التي حاربت الإرهاب مع أخوانهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وكذلك قمنا بجولة مهمة جدا في مدينة الناصرية، افتتحنا مشاريع متلكئة كانت المطلوب أن تبدأ بالعمل منذ أكثر من 10 سنوات، لكن سوء الإدارة الفساد حرم أهلنا في الناصرية من كثير مشاريع. ذهبنا الناصرية افتتحنا المستشفى، محطة الكهرباء ومشاريع أخرى، وكذلك الجسر الكونكريتي اللي كان متعطل منذ سنين طويلة، خلال 2 أو 3 شهور أقل من 3 أشهر تم إنجازه لتوفير خدمة. وكذلك عندنا مشاريع أخرى في محافظة الناصرية ذي قار العزيزة وفي محافظات العراق سنقوم بافتتاحها قريبا. احنا قلنا هاي الحكومة حكومة أفعال وليس حكومة كلام. هاي الحكومة تمر بظروف وتحديات، وعد المواطنين بتوفير كل الظروف الصحيحة لها، وطلبت من سائر الوزراء يكونوا قريبا من الناس وتوفير خدمات له على ضوء المصالح السياسية. هناك شكاوى كثيرة قاعد توصل لي عن بعض المواطنين أن في بعض الوزارات يتم استغلال الوزارات بتوفير بعض الخدمات على حساب الانتخابات. هذه الحكومة ليست حكومة سياسية بالمعنى أنه رئيس وزراء أو السادة وزراء ينتمون لأحزاب حتى يوفرون خدمات من هذا المنطلق. وحذرت أنا كل وزراء المرشحين بالانتخابات أن لا يستخدموا وزاراتهم لأغراض انتخابية. قوة الفقراء غير قابل للنقاش. احنا في الموازنة حطينا رقم كبير لإعانة شريحة الفقراء، من غير معقول أو من غير مقبول أن شريحة الفقراء تتحول إلى مادة دسمة للانتخابات. كرامة الناس مهمة، كرامة العراقي مهمة، يجب أن نستمر بعملنا في خدمة المواطنين. نحتاج نعمل بكل جدية، عندنا 3.5 أشهر قريب نوصل الانتخابات، نحتاج نوفر كل ظروف الصحيحة للمواطن حتى يثق بأهمية النظام السياسي وبأهمية انتخابات، وأهمية انتخابات توفر ظروف حياة أفضل. أشكركم جزيل الشكر.